أخوي طارق، الله يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك يا رب. كيف كانت جولتنا في سوق نزوة؟ أنا سألت أنت ما تسأليني أنا. بالعكس، أنا خذيتك جولة هناك، يمكن أنت ثاني مرة تروح السوق. لا، سوق كذا مرة، سوق جميل وهذه فيه أشياء تراثية جميلة وأشياء تراديشنال، تحف، فضيات، حناجر، وركن اللي هو خاص بالحلوى، وجزء خاص بالفواكه الموسمية، وسوق جميل يعني. فعلا كانت جولة جميلة، خاصة حصلنا الرمان والبوت والثوم الذكر. يا سلام. الحين ان شاء الله وين راح تكون وجهتنا؟ وجهتنا ان شاء الله لسوق بهله القديم، احنا متوجهين هناك، ناخذ لنا جوله في المكان، نستطلع، نستكشف، نشوف، ان شاء الله تكون جوله خفيفه وحلوه ان شاء الله. يعطيك العافيه. عاد مثل ما سمعت اخونا طارق، راح نسير بعد قليل الى سوق بهله. وكم المسافه تقريبا بين نزوه وبهله اخوي طارق؟ والله تقريبا في حدود 40 دقيقة إلى نص ساعة، هذا الحدود إن شاء الله. فإن شاء الله وجهتنا الآن إلى سوق بهلة. الصبح كان نزوة، عاد العصر راح يكون في بهلة، وإن شاء الله بنشارككم ببعض الزوايا. واللي عنده أسئلة، ما شاء الله أسئلة كثيرة فما أروم أرد عليها، إن شاء الله بعد ما أخلص وأتفيق برد على تساؤلات. ووصلنا بهلة، عاد شوفوا شو قدامي، هذه قلعة بهلة التاريخية، وخلفي يكون سوق بهلة. ما شاء الله، شوفوا الأجواء، شوفوا الصورة كيف خرافية. عاد ما شاء الله بهلة تعتبر من المناطق غنية تاريخيا، يعني كل زاوية في منطقة بهلة تاريخ. فيعني كثر ما أنا تكلمت أو تحدثت عن المكان بكون مقصرة، بس بحاول أني أخذكم بعض الزوايا الجميلة. وخلف هذا في كذلك في مسجد له قصة غريبة، حاولوا انكم تبحثوا في العم جوجل، في قصص كثيرة عن بهلة، عن سور بهلة. ترى المنطقة محاطة بسور له قصة بعد، بإمكانكم تتعرفوا عليها كذلك في من المصادر العمانية يكون أفضل، عسبة انكم تتأكدوا من المعلومات اللي تذكر عن هذه المنطقة اللي هي منطقة بهلة. الحين ان شاء الله بناخذكم جولة في السوق ان شاء الله، عقب ناخذكم. هذا هو مدخل سوق بهلة. هذا السوق شكله مسكر، او انا جايه بدري او متاخر، او انه يفتح بالصباح، انا ما ادري. المحلات مسكرة، اتوقع انه يكون توقيتهم الصبح، او انه للساعة 4 ما ادري. المحلات كلها مسكرة. اخوي طارق اتوقع هنا توقيتهم الصباح صح؟ اتوقع. ترى احنا جايين على البركة ما عندنا معلومات كثيرة، لكن اتوقع يكون مفتوح بالصباح. كل المحلات مسكرة، ولا احنا واصلين متأخر ما ادري، او ان الحين بتفتح، او ان الحين بتفتح. اتوقع الحين بتفتح العصر. احنا موجودين ان شاء الله نلحق عليهم هم فاتحين. صورة حلوة، صورة جميلة خرافية. عاد انا مثل ما شايفين انا موجودة في سوق بهلة، لكن ما ادري أنا جاية بدري أو توقيت معين يفتحوا ما أعرف. مثل ما خبرتكم إحنا جايين بالبركة، فمثل ما شفتوا هذا السوق احتمال يمكن يفتح الساعة 5 أو هم عن توقيتهم الصبح ما أعرف، فما أدري. مثل ما تشوفوا كل المحلات مسكرة، عسبة إحنا نكسب الوقت راح نروح وجهات ثانية ونحاول نسير أماكن ثانية. فهذا جانب من سوق بهلة. فأنا ما أريد أقول معلومة أنا ما متأكدة منها. فمثل ما ذكرت احنا جينا المحلات مسكرة، فيلا كله خير ان شاء الله. المهم هذا المنظر الجميل.
عدينا محل حلوى اسمه ابن الريامي. المميز في هذا المحل انه يسوي الحلوى ويعبيها بالطريقة التقليدية، يسويها بخصافة. فنعتونا احنا هي هذا موجود في بهلة، فالحين راح نشوف الطريقة والخصافة اللي فيها الحلوى العمانية ان شاء الله داخل. تفضل اخوي طارق قدامي، فالحين بنشوف اسمه ابن الريامي صح؟ في بهلة، كتبوا في الجوجل ماب بيبكم دايركت، فعندهم الحلوى بالخصافة. الحين بنشوفها قبل لا نبدأ المعلومات. شوفوا هذه الحلوى بالخصافة، شوفوا ها عاد الحين براويكم العلوم داخل، ندخل داخل إن شاء الله. إحنا أساسا متعنيين نبي نشوف هذا الحلوى. المهم هذا ترى خصافة وداخلها حلوى، براويكم بعدين، بس خلونا ندخل داخل، هو بيعطيكم العلوم إن شاء الله. بس أنا قبل لا أكمل، أنا ما أسوي دعاية ولا شيء، لكن هذا المكان يستحق أنكم تيجي تشوفوا الطريقة التقليدية الحقيقية للحلوى. وقال لي بعد معلومة أن هذه أساساً هي الحلوى الأصيلة اللي ما فيها أي شيء، مجرد قلت لي السكر الأحمر بدون أي إضافة، السكر الأبيض سكر أحمر مع النشا فقط، هذه أساساً. فهذه اساسا الحلوى الاصليه، والموجوده حاليا اللي بالسوق هي المستحدثه مثل ما يقال بالمكسرات بالزعفران، لكن الاصليه القديمه التقليديه هذه بدون اي شيء. ان شاء الله راح نتعرف اكثر داخل ان شاء الله. نقول بسم الله، دخلنا نسمع ما شاء الله. هذا السلاح، السلاح الفتاك. هذا السلاح هذا مستعمل نفس الشيء. هذا الفستان اللي كان يعني يستعمل سابقا، لكن الحين طور المكان الحديث. هي من ناحية النظافة أنظف وأقل، عندك تكون الشغيلة يعني. يعني كل مرة قال يحتاج له شخصين، من 8 مرة قال ما يحتاج 16 شخص. يحتاج شخص واحد يراقب المصنع. هذا الفستان الأولي. هذا بعدنا ما مستغنيين عنه، ما لازم نشتغل عليه. من نخلص الحلوى اخر القناع نسحب هذا بهذا الاسلوب. طبعا نعرف هذا ما شاء الله ثقيل. طبعا هذا الليتر النحاسي اللي هو المرقل، لازم يكون نحاس. المرقل، المرقل يسمى هذا المرقل. هذا المرقل لازم يكون نحاسي. نحاسي غير عن نحاس ما يصلح الحلوى العمانية ابدا، اللي يقول لك ستاند ستيل ابدا ما يمشي، لازم يكون نحاسي. هذا لازم يكون هذا من النحاس. طبعا هذا خبرناك عن المصنع اللي كان الحين، هذا هو الحقيقي المكان الحقيقي. طبعا عشان نظافة المصنع وتكون عندك الشغيلة اقل وتكون عندك الجودة افضل، لكن لما يكون عندك النظام القديم تحس ان الشغل فيه ضابط شوية، لكن بهذه الآلات أفضل بكثير من المرة يعني. زين، وعندك هذا كاستعمال نهائي أصلا، بس قبل هذا هذا القديم. طبعا طلب 4 ساعات إلى 4 ساعات ونص. هذا المكان 4 ساعات. 4 ساعات سواء باليد أو بالماكينة. بالإيد أو بالماكينة. 4 ساعات إلى 4 ساعات ونص تشتغل. في المتواصل ما توقف ابدا. ما شاء الله. توقف. عندك المواد اللي نستعملها، هذا الشيء الاساسي اول حاجه السكر الاحمر العماني. السكر الاحمر. هذا مال البلد مال بهله. هذا السكر الاحمر انتاج بهله. انتاج البلد. هذا النشا نفس الشيء انتاج عماني. النشا والهيل، وطبعا هذا النشا، هذا النشا شيء اساسي في الحلوى. انتاج بهله كذلك؟ لا يعني ما انتاج، هذا البركه. بركه من بركه. هذا هذا شيء اساسي في الحلوى. عندك الزعفران والمكسرات وهذا الاشياء اللي على حسب الاضافات. والماء يورد موجود نفس الشيء. ماء الورد. ماء الورد. الزعفران ما شاء الله نوعيه فاخره. هبه الريحه. هذا ايراني. ريحته ما شاء الله تضرب الراس، مثل ما شفت الزعفران النشا الهيل السكر وكل المنتجات اغلبها شفتوا انتاج السلطنه بروحها. باقي المكسرات ترى استيراد، يقول لك الهيل استيراد. ممكن يكون الحلوى بالعسل
حلوى بالعسل هذا حلوى إضافة تضيف، تعال حسب رغبة الزبون يعني، بغير حلوى بالعسل، حلوى بالتين، حلوى بالحليب، حلوى بالدبس، حلوى بالتمر، هذا كلها طلبات الزبون يعني. أنتوا تسووها على طلبات الزبون؟ طلبات الزبون نسويها بشكل يعني أسبوعي على نبيعها في المحل، لكن إذا كان الزبون يطلب نوفر لها. لكن المكونات القديمة الأصلية هي هذه المكونات اللي شفتوا، وعندك السكر هذا المكون الأساسي من قديم الزمان للحلوى العمانية يعني. الزعفران شيء أساسي والماء هي، والباقي الأشياء اللي تشوفها ترى كلها مستحدثة إضافات حسب ما الزبون يطلب. لكن مثل ما سمعتوا هذه أساسا للحلوى أنها تكون ما فيها شيء غير هذه المكونات اللي شفتوها، السكر الأسمر، النشا، الهيل، الزعفران وماء الورد، هذه الأشياء. الحين نكمل جولتنا، تفضل. وبعد لازم يكون في الحلوى السمن، نسينا هذا النقطة. السمن، هي. أوكي، السمن البلدي. السمن البلدي، في سمن بلدي، في سمن تجيبه على المستورد. على لأن السمن البلدي ما متوفر كثير الحين، لكن الزبدة اللي موجودة عندك المراعي، هذا موجود في الأسواق، مستعملها. يعطيك العافية. هذا المصنع. فهذا هو المصنع. عاد الحين بنشوف الحلوى اللي بالخصافة. نوصل على القهوة. إن شاء الله نسير. عاد وصلنا عند هذا الشيء. هذه حلوى القزقوزة. شو اسمها؟ القزقوزة. هذا هي يسميها الخصفة لكن نسميها القزقوزة. القزقوزة. القزقوزة حال الحلوى. الخصفة حال الشوى لكن هذا القزقوزة حال الحلوى. تحط فيها. هذا مسماها الخاص بالحلوى القزقوزة. القزقوزة. سعف النخيل. شوف لازم من تحط الحلوى في القهوة تقفتي بس تجلس بالأشهر عادي مثل القشار تستوي. هذه جديدة خلال تقريبا يومين عملناها. شايفين؟ وشو؟ تعطي طعم يعني طعم الخصافة. هاي الخصافة في الحلوى. وسبحان الله قالوا لي معلومة أنها تمتص الزيت والدهون كامل من. تمتص الدهون هنا. زين هذه ليش ما حد يسويها او منو يسويها بالضبط؟ ليش انتم هذا الشياب يعني الحين قله ما حد يشتغلها كثير، انه بس شياب ناس خلاص شباب يستكيروهم يشتغلوها. هي هذه. هذه كيف طريقه؟ هذه لما تكب الحلوى. لا لا يعني هذه تطلبوها طلب؟ طلب هي مخصوص للحلوى. مخصوص للحلوى بهذا القياس. زين عقب كيف تعبوها؟ هي حاره؟ ايوه هي حاره. عقب تسكروها تخليها شويه تبرد بعدين تخاط. خيط تخاط من نفس الخيط. من نفس الخيط تخاط وتسكر وتجلس معاك إشعار آخر. لإشعار آخر. ولو كل ما خ... قدمت تجي أفضل. كل ما قدمت تجي أفضل. سبحان الله. وأتوقع هي نفسها الحلوى اللي كانوا الأوليين يسافروا فيها من بلد لبلد ويهدوها للبلدان المجاورة كذلك أتوقع. لو ما خاب ظني صح؟ هي. هي هذا اللي كانوا الأوليين يقايضوا فيها ويبادلوا فيها ويهدوا فيها بينهم وبين بعض أيام القوافل والترحال عند الأولين مثل ما تعرفوا. نعم. فهذه حلوة الخصافة شايفين طريقة التعبئة ومثل ما قالوا لي أنها لذيذة لأنها تأخذ من طعم سعف النخيل بروحه وكذلك تمتص دهون منها فتكون يعني طعمها مميز. فاللي جربها مرة بيتعود أنه لازم يأكل منها وخاصة الأولين اللي متعود على الحلوى اللي بالخصافة لليوم ياكلها. يتعنوا الناس عندهم عسبت بس ياخذوا هذه ومثل ما سمعتوا انها ما تخترب الاشعار اخر لان تحصل المسامات الهواء تعطي الهواء من كل جانب وتعمل القشفة. هذا البادية الحين تعمل نسمي احنا القشاطة مالها لباس. شفت سبحان كل الله كل ما يبسط قد افضل. شفتوا كيف سبحان شوف شكلها داخل ما شاء الله. يعطيك العافية على المعلومات الجميلة وصراحة أنت كنت صادق وعطيتنا سر المهنة يعني ولا عادة ما حد يقول التفاصيل هذه وما يعطي خط السر مثل بيقول الخلطة السرية. ترى لازم تعزمون عشان نبين عليه أن هذه الأشياء تكون مستخلصة فيها. جزاك الله خير على معلوماتك وبالعكس نحن الجيل هذا يعرف شو أساس الحلوى أصلا فشكرا من القلب ويعطيك العافية. اهم شيء تعرفتوا على الحلوى البخصافة. اهم شيء شو تسموها انتو؟ قزقوزة. ركزوا اسمها قزقوزة. قزقوزة. أيوة. اخر شيء ها. قزقوزة. هذه اللي تشوفوا الخصافة اللي فيها الحلوى يسمها. هي قزقوزة. انا بكتبها لكم بعد عسب تتعرفوا عليها وتيجوا عندهم تتعنوا وتقولوا لهم نبأ حلوة القزقوزة. عاد هو على ما يبغى من نوع الحلوى نعمل لها.
سمعتوا اي حلوه تبوها القديمه التقليديه بالمكسرات بالزعفران باللي تبوهم يسووه حسب الطلب بالتين بالعسل المهم على طلب الزبون. فجزاك الله خير والله يزيدكم من خيره وفضله والله يبارك لكم في رزقكم يا رب العالمين. وشكرا لاستقبالنا وترحابكم وعلى المعلومات الجميله، تشرفنا بزيارتكم ويعطيك العافيه اخوي. في معلومه انت حاب تضيفها اباك تقولها. شوفي هذه هي مسميه، حد يسميها القزقوزه وحد يسميها السيلك. السيلك السيلك من ولايه لولايه تختلف المسميات، باطنة يسميوها السيلك، احنا الداخليه والشرقيه نسميها قزقوزه. سمعتوا لها اسمين وبعد يمكن لها اسامي اخرى مثل ما تعرفوا تنوع الثقافات من ولايه لولايه، السلطنه ما شاء الله قاره تبارك الرحمن، فاختلاف المسميات ترى تنوع ثقافي من مكان لمكان. فمثل ما سمعتوا ان لها اسمين متداول، مره ثانيه قزقوزه والسيلك. السيلك ايوه. فيعطيك العافيه. الحين براويكم جانب من الحلوى، عندهم حلوى بحليب البوش. هذه الخاصه عندهم، الخاصه عندهم المزعفرة، هذه فيها زعفران الأصيلة، هذه العمانية الأصيلة بدون أي شيء خالصة، السكر الأسمر. اللي ما يجرب لازم يجرب. هي سمعت اللي ما جرب يقول لك لازم يجرب. يا جماعة أنا جربت الخالصة لذيذة، فيها تحس نسبة ملوحة شيء، فهم يقولون لأن السكر الخالص، لكن لذيذة صراحة ما أدري، أنا أول مرة أجرب هذا الطعم. فيها نسبة ملوحة كذا، لسعة ملوحة لكن لذيذة، تحس كذا. وش تقول لأخوي طارق الصبح الحلوى؟ تتمايط تتمايط شي بالحلج، تتمايط شي، تحس انه شي لذيذ صراحة، انصحكم تجربوه والله. هذا جانب من قلعة بهلة، ما شاء الله قلعة عظيمة كبيرة ما شاء الله، امتدادها من وين لوين يعني، هذا انا يبالي يوم كامل بس عسب التخيط القلعه. هذا طبعا هناك بالخلف يكون مسجد بهله التاريخي كذلك. شوفوا هذه قلعه بهله، اللي يحب القلاع والحصون، هذه من القلاع التاريخيه القديمه والاثريه اللي معروفه في سلطنه عمان في بهله. شوفوا الاجواء كيف ما شاء الله، البيوت التاريخية. زوايا جميلة صراحة.